طيب، اتكلمنا على اتحاد الكوره واتكلمنا على النتيجه اللي حاصله بسبب هذه الازدواجيه، لكن اعتقد الحاصل على مستوى التحكيم في الفتره اللي فاتت بينبه الكل الى المطلب العادل اللي رابطه الانديه، مش بس الكابتن محمود الخطيب، كل رؤساء الانديه، وشفتوا الحاج محمد مصلحي قال ان احنا كل رؤساء الانديه طلبوا من الاستاذ جمال علام خبير اجنبي للجنه التحكيم، والراجل ما جابش، ومؤخرا عين لجنه برئاسه الكابتن ياسر عبد الرؤوف لاداره المسابقه في الفتره ديت. لكن القضيه اللي اثيرت، فين الخطوط يا عمرو؟ فين الخطوط يا عمرو؟ كابتن عمرو الشناوي حكم الفار في مباراه الزمالك والبنك الاهلي، مباراه الازمه الشهيره اللي اتحسب للزمالك فيها هدف من تسلل واضح جدا لمصطفى شلبي. وكانت الحاجة الغريبة والعجيبة انه حكم الفار ما بيرسمش الخطوط، ودي اعتقد كل خبراء التحكيم استغربوا جدا، ازاي ده ما يحصلش، وازاي ما يتقالش ايه السبب، ومحدش اهتم على فكرة. يعني كله راح قبل كده في موضوع محمد عادل، اصل التسريب مش التسريب والكلام الفارغ، لكن الفكرة كلها في هذه الجزئية. أنا هقول لكم على مخرج المباراة. مخرج المباراة، وأنا هنا بتكلم على الأستاذ محمد إبراهيم المشرف على البرامج الرياضية في التلفزيون المصري. ومش راجل أهلاوي، ده راجل زملكاوي جدا جدا، وكان بيترشح في انتخابات نادي الزمالك لعضوية مجلس الإدارة. فالراجل أعتقد كلامه لما يتكلم على اللي حصل بينه كمخرج، اللي حصل بين وبين حكم الفار اللي رفض يجيب الخطوط خالص. ليه؟ نسمع الاستاذ محمد ابراهيم. المخرج بعيد تماما عن الفار. طب ايه اللي حصل؟ تماماً. ايه اللي حصل يا استاذ محمد؟ هنا في الحاله اللي حضرتك بتقول فيها دي، المخرج كان وليد شرف. للاسف هو الفار او سياره الفار ما طلعتش الخطوط، فالمخرج هيطلع ايه؟ هي ما اتعملتش اصلا. طب ده كلام جديد بقى، لحظة واحدة، الخطوط ما اتعملتش. لأن هو طبعا أنت حضرتك زي ما حضرتك عارف عربية الإذاعة الخارجية بتبقى بعيدة خالص عن الفار. لو عربية الفار أو سيارة الفار جهزت بيتصلوا بالمخرج بيقول له الخطوط جاهزة، خدها دلوقتي أو في أي وقت فاضي. هي للأسف ما حدش قال له، ولا حد أصلا الخطوط ما اتعملتش. طيب المخرج ملهوش اي علاقه. محمد معلش، خلينا نقف هنا، لان حضرتك كلامك ده بيرسم صوره ثانيه غير الصوره اللي احنا سمعناها او اللي احنا عرفناها. الخطوط ما اتعملتش، حضرتك متاكد تماما انها ما اتعملتش؟ يعني حكم الفار ما عملهاش، ولا اتعملت وما خرجتش للمخرج مثلا؟ بص حضرتك، هو المخرج كده كده ما بيشوفش الفار هو بيعمل ايه. انا فاهم، بس لو كانت اتعملت كان هيبلغ المخرج خدها على الهواء. واكيد انت حضرتك عارف سياره الفار بتتسجل الصوت، فهيبقى باينه هو قال ايه. يعني هنا في احتمالين؟ احتمالين؟ لا مش احتمالين، هو المخرج فضل. سالهم هل في خطوط عشان اخدها؟ قالوا لا ما فيش خطوط. كمان سالهم طبعا عشان يعمل شغله، ده كلام طبعا. جديد تاني وكلام طبعا. مهم، يعني سالهم في خطوط اتعملت؟ قالوا له لا، لا ما فيش خطوط، مش هتاخد حاجه. اللي بيناقش الاستاذ محمد ابراهيم ده الكابتن جمال الغندور. الراجل مستغرب ومش قادر يصدق. يعني يقول له كمان يمكن اتعملت وما قالكش، او قال لك وما سمعتش؟ قال له لا، المخرج ساله في خطوط اخدها؟ قال له لا. فحاجه وضع الحقيقه، ما هو مين سرب؟ الحكم اللي بيحبه عايز يكسب بطوله، فين الخطوط يا عمرو؟ كل الاحتواء، روح البروتوكول، هل في حته في العالم سمعت الالفاظ دي؟ في العالم اتحاورت واتناقشت في الالفاظ دي؟ وبعدين تقول لي استاذ هاني ابو ريده ناوي يعمل وناوي يعمل. استاذ هاني ابو ريده اذا كان ناوي يعمل تاريخ لنفسه لازم يصلح المنظومه،
لازم ما نسمعش الكلام الفارغ ده، لازم يبقى فيه شفافيه في اداره التحكيم والحكام. الحكام يا جماعه شلل وهم عارفين وبيتخانقوا مع بعض، وبيجي لك وبيجي لي تليفونات الخبراء اذا حبوا يتفقوا يروح مسطره واحده، يا اما تبص تلاقي كل واحد بيقول غير التاني، فلما حسوا ان الموضوع ده يعني ممكن يعني يلط المصداقيه ابتدوا يتفقوا، فتجيب خبراء من بره يقول لك لا عكس كلامهم تماما. يعني انتوا حتى مش موصلين الناس انها تتحير او تشك، الناس على يقين ان في خطا وخطا موجه وفي ناس بتدفع ثمن هذا الخطا، واللي شايف وما بيعالجش يعني حتى في الجرائم استاذ ابراهيم بيقول لك القتل خطا، ها؟ والقتل اللحظي العفوي والقتل بالتربص. الفار ده سبق الاصرار والتراصد، عنده كل وسائل المراجعه. ايوه. فلما يحصل يتكرر 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 وكل مره نقول ارفاص تجمل الواقعه، لما واحد يجي يقول لك حكم اصل ده وقت الاداره النتيجه تقيله، يعني بيدير المباراه مش بيحكمها. ايوه. اصل بيلم الليله. اصل ده روح البروتوكول. روح البروتوكول يعني كل واحد ياخد الحته يستفتي قلبه. مالناش دعوه بالصوره بقى. اذا كنا عايزين نقول اصل ما هنجيب الحكم اللي بيحبه اما نشوف بقى عشان نفسه في بطوله، كلام ويعدي حاج بيحاسب. احنا وصلنا الى مرحله يا استاذ ابراهيم ما تهونش علينا نفسنا اكتر من كده. طيب اذا ما هياش ازمه فار ومش ازمه خطوط ومش ازمه اخراج، هي ازمه ضمير، وازمه الضمير دي هتشوفوها في الفيديو اللي جاي. عاوز اقول لا، المخرج ملوش اي علاقه خالص. كل الكاميرات موجوده للفار، لو احنا شغالين ب 14 كاميرا ب 20 كاميرا ب 24 كاميرا ب 10 كاميرات، كل الكاميرات دي رايحه منفصله للفار. ممكن كاميرا ما تكونش واضحه للمشاهد بس الحكم شايفها، فيستدعي الحكم ما تكونش طلعت على الهواء خالص ويوريها له على الشاشه. فالمخرج هنا ملهوش اي دور تماما. طبعا انا طبعا عارف وان المخرج بيختار لقطه واحده بس هي اللي بتطلع على الهواء، بالتاكيد اللقطه دي اللي بيختارها اللي بيخطر بيها المخرج، ودي النقطه اللي هحط تحتها ثلاث خطوط، يا حكم الفار يا حكم الايفار، مش كده؟ طبعا منتهى الخطوره ان الحكم المخرج هو اللي بيختار اللقطه اللي يعرضها على الحكم. يعني هو ده اللي بيحصل؟ يعني بتاع الفار لو شاف ان في اوفسايد والمخرج ما جابهالوش ما يعملهاش، اللقطه اللي بيختارها المخرج هو اللي بيطلعها له. لا لا ده عكس الكلام ده اتقال. لا لا يا استاذ ابراهيم العكس. طب هنعيد الفيديو نشوف محمد ابراهيم شرحها ازاي. ما هو ممكن بتاع الفار يقول لك ما جابهاليش المخرج. الله، المخرج ملوش دخل خالص. طيب. قال له المخرج ملوش دخل. يبقى المسؤوليه عند مين؟ عند الفار. عند الفار. طب نسمعه تاني. فانا عاوز اقول لا، المخرج ملهوش اي علاقه خالص. كل الكاميرات موجوده للفار، لو احنا شغالين ب 14 كاميرا ب 20 كاميرا ب 24 كاميرا ب 10 كاميرات، كل الكاميرات دي رايحه منفصله للفار. ممكن كاميرا ما تكونش واضحه للمشاهد بس الحكم شايفها، فيستدعي الحكم ما تكونش طلعت على الهواء خالص ويوريها له على الشاشه. فالمخرج هنا ملهوش اي دور تماما. طبعا انا طبعا عارف وان المخرج بيختار لقطه واحده بس هي اللي بتطلع على الهواء، بالتاكيد اللقطه دي اللي بيختارها اللي بيخطر بيها المخرج، ودي النقطه اللي هحط تحتها ثلاث خطوط، يا حكم الفار يا حكم الايفار، مش كده؟ طبعا حكم الفار هو اللي بيخطر المخرج. الكاميرات كلها بتروح له. اللقطات هو اللي بيراجعها، هو اللي بيختر المخرج. حكم الفار عندي حاله محتاجه انك توضحها. بس دي الحاله الوحيده انه يسمح. اللقطه اللي بتطلع على الهواء اللي اخطر بيها حكم الفار المخرج. بالظبط كده. والا المخرج يبقى هو الحكم.
فبقت المسؤوليه الكامله عند حكم الفار، مش بس ما يرسمش خطوط، لا كمان ما يبلغش مخرج المباراه باللقطه اللي عايز يطلعها. ما يقدرش. امال هو ايه ده؟ ده جزء من الحكم. هل يقدر المخرج يوشوش الحكم؟ طب ما هو هنا ممكن يختار لقطه مش امينه. مين اللي ممكن؟ حكم الفار. طب ما هو ده اللي حصل. هو لقطه مصطفى شلبي دي اوفسايد بوضوح، مش محتاجها يعني، ما عملهاش خطوط اصلا. فهو ما عمل، عارف ليه ما عملهاش؟ لانها واضحه جدا. كانت هتيجي نص متر ولا حاجه. يعني واضحه جدا. فهيعمل بتاع ايه؟ يعني الموضوع طبعا فيه اراده ان ما تتعرضش، عشان ما تتلغيش، عشان حاجات كتير يعني. شوفوا يا جماعه، الاتحاد ومن ثم الرابطه ومن ثم الانديه، لان الانديه دافعه فلوس لطاقم التحكيم او لعمليه التحكيم عشان تتطور المساله، والتعاقد مع شركه لتقنيه الفيديو اتصرف عليها كتير، لكن العامل البشري محتاج شغل جامد، محتاج شغل جامد في جزئيه انه لما يبقى كابتن ياسر عبد الرؤوف اخطاء فيها درجه من العمديه الواضحه، لازم ان يبقى في قرارات بشكل واضح. لازم الكابتن ياسر عبد الرؤوف، هو عمل لسته قرارات مهمه لاسره الحكام اول ما بدا بتعليمات مشدده، حاول يسيطر على فكره السوشيال ميديا وعلى فكره تفاعل الحكام وتعليقات الحكام وخناقات الحكام. يا ريت تشوفوا القرارات ديت اللي صدرت في صورتها على الشاشه. لكن الاهم من كل ده مواجهه كل خطا يحدث فيه شبهه عمديه، لانه يجاوب حكم الفار او الاثنين اللي موجودين في غرفه الفار ليه الخطوط ما اترسمتش. يعني كله عمال يلوم وكله عمال يدين ومحدش جاوب ايه اللي منع؟ ايه اللي منع فريق من ان هو يكسب مباراه او يتعادل او فريق يسجل هدف بشكل غير شرعي؟ على فكره يا استاذ ابراهيم، وبعدين اللي عمله في الماتش ده ممكن اي غيره يعمله في ماتش تاني. بص يا استاذ ابراهيم، هيجي يقول لك ما ده الجون التاني. هي الفكره اصلها هتدخلنا تاني لفكره المراهنات. مش في ناس بتراهن على النتيجه كام؟ فاهم قصدي؟